انا نفسي نوصل ان هو ما فيش افلام تجاريه وافلام عربيه، في فيلم حلو وفي فيلم وحش، يعني فاهم قصدي؟ في طبقات في الفهم وفي المجتمع، حتى النخبه الفيلم ده اختلف وما فيش حاجه كل الناس بتتكلم عليها، في ناس حبت الفيلم جدا وفي ناس ما قدرتش تستحمله. انا في افلام بتبقى افلام عظيمه جدا ما بقدرش اشوفها لان انا حتى ما بقدرش استحمل، يعني ده ما يمنعش وما يقولش ان الفيلم مش فيلم مصري، هو لا يدين الفيلم يا فندم. بالظبط، فانا نفسي نوصل لمرحله يعني حتى واللي يعمل فيلم مهرجانات يعمل فيلم كوميرشال، انا مش فاهمه يعني ايه كوميرشال، يعني هو يعني هو فيلم حلو يعني ده اللي نفسي فيه يعني. بالنسبه للورق بتاع عمر انا ما بقولش على الورق، عمر كان الورق كان حلو وفي كل الكلام ده لا مش قصدي، يعني قصدي ان الفيلم اخد جوائز ويعني لا هتكلم خالص. انا بصراحه كل فيلم يعني انا متفرج ده اول فيلم ليه، ولو هتكلم من جوه صراحه ما كنتش متوقع خالص كل فيلم، مش بتكلم على مستوى الفيلم، انا عارف انا لقيت في الاخر انا 7 سنين بعمل فيلم اول فيلم ممكن يكون فيلم نخبوي شويه ياخد جوائز وفيلم فني، ولكن السينما التجاريه بتخاطب الطبقه الوسطى والشعبيه، يا ترى هتدخل السينما التجاريه؟ يعني شوف يعني حاول من المحاولات بعد كده حتى هو اتضرب بسبب هذا الموضوع، لكن فوجئنا ان هو رجع تاني بعد كده، مع ان في منطقيا ان هو ممكن ما يرجعش. انت اشتغلت